شكون فينا اللي ما شافش العدد اللي مرت فيها الأم هي وأطفالها؟ نظن تكونوا عرفتوه، هو العدد اللي مرت فيه نادية. اسمي نادية، جيت من تشلف، صار مشاكل في دارنا، حاوزوني من الدار، حاوزوني مطلبة من الدار. معاناة من نظرة الناس وقساوة الحياة. ساعة الفرج جات، النادية وولادها في منزلهم جديد. الحمد لله نهار اليوم قدرنا الحمد لله، وين كان واحد الإنسان محسن كرا لمدة عامين. تفاصيل الحكاية والفرحة الكبيرة راح تشوفوها في عدد يوم السبت.